بسم الله الرحمن الرحيم. الاحتفال بالقرقيعان بدعة محرمة، لأنه هو عيد يجوا على نصف رمضان يحتفلوا مثل العيد، يظهرون الزينة، احتفالات، الأطعمة على الأولاد، إلى بالإضافة لتعليم الأولاد التسول طبعا، هذه من مساويها. فإذا هذه بدعة محرمة، وبذلك أفتت لجنة دائما الإفتاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتوب علينا.